اهلا وسهلا، كي دايرين البنات؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه وسلامه يا ربي. اليوم فيديو جديد ومع عنصر جديد. مرحبا بك سلمى معنا. سلمى راه اول نهار عندها اليوم معنا، رحبوا بها. هيا حتى هي كترحب بكم. اليوم اختارينا ندير لكم واحد الفيديو خفيف ظريف تنسيقات، وان شاء الله مستقبلا غتبقاو تشوفوا ان شاء الله سلمى معكم هنا في يوتيوب، هي اللي تبقى تقدم لكم لي فيديو، وان شاء الله دير لكم ميم لي لايف، بويسك بزاف منكم كيطلبوا لي لايف، وانا كيف عارفين الوقت ما كيسمحش انني نقابل جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي عندنا. غنكلفوا ان شاء الله سلمى هي تبقى دير لكم لي فيديو لي لايف هنا في يوتيوب. كيف قلت لكم اليوم اختارينا ندير لكم تنسيقات خفيفه ظريفه. هاد الساك هذا اللي عند سلمى في لا كولور فيغ، هذا ما شاء الله راه فيه بزاف ديال الالوان، لوينات مختلفين، في لوينات مختلفين. غنقدموا لكم التلوينه ديالو كامله هكا مع التنسيقات. بدينا باول لون اللي هو لا كولور فيغ في الساك، اختارينا نديرو معاه هاد الصندال، هاد الميل رائع، وديجا الميل حتى هو راه متوفر في عده الوان. هاد اللون اللي عندنا هنا لابسه سلمى لا كولور برونز، شوفوا هنا في التنسيق اختارينا نديرو ميل ماشي نفس لا كولور ديال الساك، حيت هي لابسه الفيغ، يعني اختارينا الفيغ باش يجي مواتي مع اللبسه، ودخلنا لا كولور برونز، وحتى الزيف جا مواتي هكا مع الميول. ميل دومي طالون ديجا راه متوفر في لوينات اخرين. عطيني اللوينات ديالو نوريهم ليه. كاين فيه البرونز، كاين فيه النوار، وكاين فيه الباج دوري. شوفوا معايا البنات كيف قلت لكم بالنسبه لهاد الديزاين، هذا راه متوفر في ثلاثه ديال الالوان. هذا هو اللون اللي لابسه سلمى لا كولور برونز، ومتوفر في هاد الباج دوري، ومتوفر في لا كولور نوار. هذا موديل رائع، وفي لي بوانتور من 36 حتى ل 41، والثمن كيبقى 280 درهم. وهنا كيف شفتوا مع هذا الساك اختارينا لا كولور اللي وريتكم اللي لابسه سلمى، وندوزو لتنسيق اخر. هنا ندوزو لثاني لون في الساك، عندنا لا كولور بيج، واختارينا نديرو معاه هاد المره صندال في لا كولور بيج. هاد لي صندال راه هما اللي دخلوا في الكوليكشن الاخرى اللي قدمت لكم ديال 100% كوير، ديزاين اللي متوفر في لا كولور بيج، ومتوفر كذلك في لا كولور نوار. هادو 100% كوير كاليتي توب، وفيهم ثمن زوين، كيبقاو 240 درهم. وتنسيق ما شاء الله جا رائع مع هاد الساك في البيج. الساك راه نسيت ما عطيتكمش الثمن في لا كولور الاولى، داير نورمالمون 300 درهم، كيبقى 250 درهم. موديل رائع، يعني الناس اللي كيبغيو هكا لا فورم اللي كتجي موين ما تلقاوش حسن من هاد الديزاين. وندوز معكم الباقي الالوان في الساك مع تنسيقات اخرى. ندوز معكم تنسيق اخر دائما مع نفس الديزاين ديال الساك، وهذه المره في لا كولور روز، لا كولور بامبي، اللون المفضل عند السيدات. وهنا درنا تنسيق في صندال في نفس اللون في لا كولور روز، ديزاين جديد، وفي نفس الوقت دومي طالون. شو الطالون ديالو ما كيجيش عالي بزاف، شو دومي طالون كونفورتابل مريحه، وفي نفس الوقت مهزوزه على الارض. سيرتو بالنسبه للسيدات اللي كيفضلوا يلبسوا هكا دي روب ولا جليلبس، كيبغيو شي حاجه اللي تهزهم شويه على الارض. انتما البنات بالنسبه لهاد الصندال متوفره كذلك في لا كولور بيج ولا كولور نوار، وكاين لا كولور روز اللي شفتوه ديجا في رجل سلمى. هانتي بعدي شويه باش يبان صافي، ها هو لا كولور روز. بالنسبه لهاد الصندال نورمالمون راه كنا دوزنا 230، دابا في البرومو كتبقى 200 درهم، فيها ثمن زوين، ولي بوانتور فيها من 36 ل 41. وندوزو لتنسيق اخر. شوفوا معايا البنات، هنا اختارينا الحقيبه هاد المره في لا كولور موف، ودرنا معاها صندال اللون في اللون لا كولور موف. صندال زوينه دومي طالون ما عليهش بزاف، خفيفه في اللبسه، وهانتوما لي كولور ما شاء الله كيجيو كيحمقوا، يعني ميم لابسه لا كولور فيغ دخلنا لا كولور موف مواتي في الصندال، جات راقيه اللبسه تبارك الله. هانتوما الصندال البنات راه بقات غير في لا كولور موف، ما بقاش فيها شي لون اخر. وبالنسبه للساك راه باقي ديجا لوينات اخرين اكيد غنوريهم لكم في هاد لا فيديو. عندنا لا كولور بلو سييل، ودرنا له تنسيق مع الصندال كذلك في لا كولور بلو سييل. صندال زوينه، لا سوميل ديالها دومي طالون جاجيه. وبالنسبه للساك ديجا راه شفتوا التفاصيل ديالو في باقي الالوان، والثمن اكيد دائما 250 درهم باش كيبقى اخر ثمن. وراه متوفر فيه البنات ميم حتى البوندولير الطويله، ياك كاينه فيه.
اش بالك. اي فوالا البنات، هاي البندوريه الطويله واخيرا لقيناها، عرفتي مدفونه لتحت وسط العماره ديال الساك. والصنداله البنات راه متوفره هي في عده الوان، من غير بلو سيل كاين فيها البيج الغوز والبلون، هادو هما الالوان اللي بقاو متوفرين. وصراحه الله ما بقاش فيها شي حاجه كثيره، بقاش فيها شي حاجه قليله بزاف، بحال الباج هنا عندنا 40، ما بقاش فيهم لي بوانتور بزاف. موديل زوين، وديجا دابا راه في البرومو كيبقى غير 200 درهم. هنا عندنا البيض وهنا عندنا لا كولور غوز. وندوز معكم لتنسيق اخر، وكنظن اخر لون ياك بقى لنا لا كولور نوار. وهنا عندنا اخر لون في هذه الحقيبه الغزاله ديال التنسيقات ديالنا ديال اليوم، لا كولور نوار. وهنا اختارينا نديرو معها الصندال كذلك في لا كولور نوار. هانتوما البنات صندال طوب شويه طالون، ولكن راه مريح بيسك عريض، وتا التفاصيل ديال الصندال خطيره، يعني كتجي مع كل شيء. هانتوما البنات شوفوا معايا التفاصيل في الصندال، واعره بزاف. الطالون ديالها كيجي هكا ترونسبارون كاري، كيف قلت لكم واخا عاليه الطالون ديالها عريض. وهنا عندنا فيها دو بوند في لا كولور نوار، ومتوفره كذلك في لا كولور بيج. هانتوما لا كولور بيج. بالنسبه لهاد الصندال نورمالمون ديرني بري ديالها كتبقى 280، مي غنخليها لكم برومو غير 250. ما بقاش حتى هي عندنا فيها كونتيتي كثيره البنات، يعني استفدوا من هاد التخفيض. وتا هنا اكيد غنقول لكم السلام عليكم، تهلاو في ريوسكم، ونتمنى يكون عجبكم لا فيديو ديالنا ديال اليوم. وما تنساوش تخليو لنا اراء في شنو تبغيو تشوفوا مازال كاقتراحات ديال هكا دي فيديو، يعني لا دي فيديو لا دي لايف ان شاء الله. ونخليكم على خير، اكيد غتلقاو جميع التفاصيل لا العنوان لا رقم الهاتف فين ممكن تواصلوا معنا. ومرحبا بكم دائما في متجر كونفور اند اليغونس.